ما هو دوري في الحياة الآن؟ وما هو المهم بالنسبة إلي؟ وماذا يفترض أن أفعل؟ هي أسئلة يطرحها على الدوام عمي عبد القادر والكثيرون وهم في محطة التقاعد. فبمجرد انتهاء المسار المهني توقفت رنات الهواتف وأصبحوا على هامش الحياة. واحد كيجي يطلب على معلومات عليك، واش راك، واش راك تدير، وصحتك واش راك كذا. صافي بليزير، احنا اليوم تعزلنا، كل واحد عايش بور سوا ميم. كاين ناس راهي تموت متقاعدين، يموت مجهول، ما يسيبش، كاين زواولا اللي ما يسيبش حتى شكون يدفنوا. تلقى الله يرحي بالقراءه الجيده ولتلاوه القران ثاني، المسجد تلاوه القران، بدا تلاوه القران، فهمت؟ وصحابه وجماعته ولا المستل اللي كانوا زمان موديهم دي سيرفيس ولا كذا، ولا ناس ينساوك تسرى اوبلي بار تو الموند، الا اولادك وفاميلتك وعائلتك اللي ما ينساوك. قتل الوقت والتفنن في اضاعته اصبح عادة بالنسبة للكثيرين من كبار السن والمتقاعدين، فتجدهم ينتشرون في الساحات العمومية والمقاهي في ظل غياب مرافق خاصة. لا خطا يروح للبوسطة باه يخلص الشريا نتاعو، ولا يروح للمسجد راه قاعد في المسجد. اليوم ما يقدرش يسيب احتكاك نتاع الزملاء وداخرين، وتكون لهم لقاءات ويقصروا ويتكلموا على وضعية البلاد، ويكون لهم نظام اجتماعي وين يندمجوا فيه ويقدروا يشاركوا ويقدروا اسمه. 3.5 ملايين هو عدد المتقاعدين في الجزائر. تتشابه قصصهم ويومياته مع يوميات عمي عبد القادر. التفاتة بسيطة ولو كانت سؤال عن الحالة تكفيهم لتكون جرعة قد تعيد لهم الشغف بالحياة.